قناة سينجا بينجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة سينجا بينجا. كما وعدكم بجديد كل يوم سبت وأحد كل جديد من البارح السبت راه ما كاين والو. خويا أختي نتمنى من الله يعجبكم فلوق ديال اليوم وتساندوا سينجا بينجا بلايك ما فيها حتى شي حاجة، وخلي لي التعليق ديالك، ولا خصك شي حاجة ألف مرحبا. غتلقاو الرقم على الشاشة أو أسفل الشاشة، تواصل معنا اللي بغى شي حاجه يعيط لي يقول لي اشنو كاين وشنو كاين، والله يدير الخير. بالنسبه للمارين وراه موجوده اليوم، ولكن نحاول نشد لكم الا البياسات اللي زوينين. كاين بعض الكليبات ديال الكانيكوسو، شي حاجه ديال الستاف، وكاين واحد لابرادور حتى هي. واللي بغى شي حاجه ألف مليون مرحبا. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش لي لايك، وما نساوش خويا جمال وجمال وجمال وامير وعمران، الناس الموالي الكبار، وديديكاس سبيسيال محبين قناه سينجا بينجا، كل واحد بسميته. راكم عزاز وغالين، وراه كتعرفوا كل واحد كيقول لك ديديكاس، ما كتبقاش عاقل الاسامي على ايه. راه كلكم كاينين هنا وكل شيء عزيز وغالي. تبارك الله عليكم الاخوت، راكم عزاز وغالين، الله يرضى عليك اخويا. الى تفرجوا الفيديو خلي لايك، والله يدير الخير. وجمالك جمال تبارك الرحمن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. هادشي قناة سينجا بينجا، كيما وعدناكم ديما الجديد وكيل الجديد، معنا احد الموالي ديما كيزورنا. تحية لك اخويا سينجا بينجا، الله يحفظك لي عنده، الله يحفظك لي عندك سي زاديد ياك اخويا، نتعامل معاكم بدون مقابل. الف مرحبا، الف مرحبا، والله العظيم الا كنوصلوا لكم هذاك الشيء بالمعقول، ونتمنى من الله يعجبكم الفلوق وتابعوا المقطع من الاول حتى الاخر. راه كاين الجديد غالي الخوت، شوف دريساج باه ها هو ماكس، ها هو راه سيري، اللهم بارك، والله الا كلية تبارك الله. هاني جمالك جمال تبارك الرحمن، معنة الوفاء. شوف شوف فين راك باه، ها شوف الموطور، اللهم بارك تبارك الرحمن، الله يبارك، الله يحفظك اخويا. الله يبارك فينك، الله يحفظك ديما سينكا، الله يحفظك ليا ديما سينكا. انا واحد الفان ديالنا، تحية ليك، تبارك الله عليك، الأب ديالها جاي زورونا، مرحبا بكم اخويا. لا لا خطيب، انا الخو ديما الجديد ان شاء الله. شكرا اخي الفاضل، تحياتي لكم. ها جو الكليب تبارك الله، اللهم الله يحفظك خويا المرض. هاني الله يحفظك اخويا العزيز، الله يطول عمرك. هاني الخوت كليب تبارك الله، راكب في الموطور والدريساج، راه شي حاجه طف، اللهم بارك. حافظك الرحمن خويا، كنشكرك على الزياره، تبارك الله عليك. السلام عليكم الناس اللي كيحبوا المالينا والشاربوني، الله يبارك. هذا الشيء ديال الله. هذا الشيء ديال الله. بارك حل الف حل، اللهم بارك. راه نتي هو مالك جمال تبارك الرحمن. واللي بغاه الاخوان الف مرحبا، كنتواجد في سوق قلعه بالدار البيضاء والجديد الجديد، اللهم بارك. حافظكم الرحمن. بالنسبه خوتي الفلوق اليوم الحفل كما قلت لك هذو، راه دخل بياس ان شاء الله، اللهم بارك. الله يبارك بياسه، اللهم بتول جيرات، واللي بغاه مرحبا، الله يدير الخير. قطع الضوء قطع الضوء قطع الضوء، يلا واحد جوج ثلاثه. محبين قناه سينجا بينجا، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سينجا بينجا. كنتواجد في سوق قلعه بالدار البيضاء. بالنسبه للفلوق ديال نهار السبت، راه السوق كنخاوي الاخوان، الناس مسافرين مبحرين، بصحتكم الاخوان. بالنسبه اليوم كما قلت هذا معنا السوق راه شويه خاوي، ولكن حاولنا نجبد لكم جديد. كما قلت هذا معنا الصطاف، اللهم بارك تبارك الرحمن. هزو هزو سينك، هزو وريه 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 المشاهدين. راه باقي صغير، اللهم بارك، عنده 6 شهور، العمر ديالو 6 شهور، الثمن ديالو هذا القمر الخاص عند الاخ عبد العظيم. مرحبا، اللهم بارك على حسابي. وجمالك جمال تبارك الرحمن. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا، غتلقاو الرقم على الشاشه، تواصلوا معنا وربي ياسر، الله يهدي الخير، وديما الجالي، واللي بغى شي حاجه يتواصل معنا، واللي خلق ما يضيعك. محبين قناه سينجا بينجا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناه سينجا بينجا. كنتواجد في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم الاحد، وديما كتعرفوا هاد الاونيز هذا فيه ديما كيجي الجميل والجديد. اليوم معنا كما كتشاهدوا معنا الاخوان محبين قناة سينجا بينجا، هاد النوع ديال الكلاب خويا الحبيب، النوع ديال الكليبه هادي، هذا هو لابرادور، اللهم بارك لابرادور. كاين هاد النسيوه الاخوان عندها وليدات، واللي بغى شي وليدات الف مرحبا. هي قامت باش تدير لكم التحيه، اللهم بارك تبارك الرحمن. شحال هاد النسيوه هادي خويا مراد؟ شحال عندها العمر ديالها؟ عامون تبارك الرحمن. معروضه للبيع اخويا؟ لا لا، شنو اللي عندك فيها يعني؟ وليدات ان شاء الله، اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه ديال لابرادور كما كتشاهدوا معنا، انت تبارك الله، اللهم بارك، معروضين
كاينين وليدات عم قارب دابا ما كاينش. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. ونخلي لكم الرقم ديال الاخ مراد غني على التعريف. الرقم ديالك الحبيب 06 06 09 07 25 85. وكاين واحد الكليبه ديال المالينوا وجمالك جمال تبارك الرحمن. كما قلت لكم الاخوان المالينوا فيها وفيها هاني الزين وتبات اللهم بارك العوينات واللون اللهم بارك تبارك الرحمن. مراد خويا شحال في العمر هذه؟ خمسة شهور اللهم بارك تبارك الرحمن. كارنيت فاك ساكينة كلشي كاين مطريطية ناضية قانوني. واللي بغى ألف مرحبا الإخوان ممكن تعطينا الثمن ديالها 3500 درهم. اللي بغى الإخوان ألف مرحبا لأن المشاهدين كيقول قول لنا الثمن. هاهي اللي بغى الإخوان ألف مرحبا. الرقم أخويا ديال الهاتف 06 09 07 25 85. مرحبا بالجميع مرحبا بالجميع. السيد راه كونفيونس وثيق على حساب الاخوان وثيق ليه فيك يدخل اخوان. اللهم بارك تبارك الرحمن. شوف 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 العوينات اللهم بارك تبارك الرحمن. واللي بغى الاخوان الف مرحبا. نمشيو اخويا جديد الوالي الجديد مع الاخ عبد الرزاق. لا عبد العظيم اخويا اللهم بارك عبد العظيم الوالي الله يبارك. اش منو اخويا هذا؟ شوف انت الامريكان بولي. شوف انت اللهم بارك. اشنو هو؟ شوف ستاف امريكا. ستاف امريكا ها؟ شحال عنده في العمر اخويا؟ شحال؟ عنده 6 شهور. اللهم بارك تبارك الرحمن. انا اخويا الناس اللي كيحبوا كلاب الضخمه شي حاجه طوب اللهم بارك. شو راسك مفرقع هاني اللهم بارك. وجمالك جمال تبارك الرحمن اللهم بارك. كاين اخويا كاين العمر الاخوان 6 شهور. الله يبارك. كما قلت هادو راه بصحه جيده وباقي باغي يلعب باقي صغير اللهم بارك. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. كارنيت فاكسان خويا كارنيت فاكسان كلشي. ها هو السيد المتتبع ديالنا. ها هو كلب جون. تحيه ليك اخويا. ها هو كلب جون ديالنا. الله يحفظك خويا. مرحبا بالناس محمديه. الله يحفظك خويا. ها هو كلب. انا ولد مرحبا خويا مرحبا. الله يبارك. قول لي الحبيب. هو خويا. العمر ديالو 6 شهور. الثمن ديالو اخويا. كلشي على الخاص. ياك اخويا. كلشي شوف. اشرح لنا صافي. اقول لك الرقم شي جمال خيالي. قول الرقم. قول الرقم 07 06 06 84 88 88 51. الله يدير الله يدير الخير. واللي خلق ما يضيع. لا اله الا الله محمد رسول الله. محبين قناه سينجابين قلت السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سينجابين. كنتواجد في سوق قلعه بالدار البيضاء هاني اللهم بارك على المباشر. كما كتشاهدوا معنا كنتواجد في سوق قلعه بالدار البيضاء واحسن كليب اللهم بارك. نوع الاخوان ستاف هيا يا سلام. وجمالك جمال. مي هي راه ما معروضاش للبيع. كاين فريقات اللهم بارك هاني. كما كتشاهدوا الاخوان تبارك الرحمن الوان مختلفه. كاين المارو كاين النوار والبيض. هما مطريطين ناضين. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. شوف 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 البيزا كبيره اللهم بارك. الثمنه ديالهم اخويا 1000 درهم الاخوان. اللي بغاهم الف مرحبا. مطريطين مصوبين ناضي يا فيرمي فيش كما كتسمعوا الاخوان. واللي بغاهم الف مرحبا. هما الثمن ديالهم 1000 درهم. العمر ديالهم اخويا 60 يوم يعني كياكلوا كما كتسمعوا الاخوان راه الماكله كياكلوا. شوف تبارك الله كيدير اللهم بارك. الرقم ديالك اخويا 06 06 44 67 97 97 05. عاود الرقم ولا 06 06 44 67 97 05. اللي بغى شي حاجه يتواصل مع اخو الله يدير. محبين كلاب لاسكي اللهم بارك. انا الخوت تبارك الرحمن. فريخات اللهم بارك. اللي بغاهم الف مرحبا. كاين المارو نوار. اللي بغاهم الف مرحبا. العمر ديالهم اخويا شهر وسيمانه. الثمن ديالهم اخويا 700 درهم. الاخوان كلاب لاسكي اللي بغى شي حاجه الف مرحبا.
اللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان كما كتشاهدوا معنا كاين اربعه الفريقات. وقفنا شي واحد يشوفوا المشاهدين. انتم الاخوان الله يبارك تبارك الرحمن اللي بغاهم الف مرحبا. الرقم ديالك اخويا 06 25 20 57 08 اللي بغى شي فريق الف مرحبا. الثمن ديالهم 700 درهم الاخوان الله يدير الخير. كاين هاد الفريقات ديال مالينوا ها هما كما كتشاهدوا معنا الاخوان اللهم بارك. العمر ديالهم اخويا 10 20. الثمن ديالهم 1000 درهم. فريقات ديال مالينوا 1000 درهم مغرب اليوم اللهم بارك. التليفون ديالك خويا 06 82 62 65 81 عفوا. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا يتواصل مع الاخ ها هما نصيحه جيده اللهم بارك تبارك الرحمن الله يدير الخير. محبين كلاب البرجي هاني كليب اللهم بارك تبارك الرحمن وجمالك جمال ما شاء الله كليب صحه جيده ورقباحه. اللي بغاه الف مرحبا. العمر ديالو يا حبيب عام 14 شو كارنيت فاكسان مطريطين هذيك. اللي بغاه الاخوان كتشاهدوا معنا كاينه الحراره والدص هنا كيكون سخون هادشي الكلب تخفان ومع لكم ماما عام 14 شهور يعني. اي اللهم بارك. الثمن ديالو خويا 4500. شنو عنده واحد شويه شنو اللي عنده في الوريقات هادو كارنيت فاكسان كي ديكري كارنيت فاكسان كاين. الثمن ديالو قلنا 4500. الرقم ديالك الحبيب 06 22 19 58 65. اللي بغى الاخوان الف مرحبا الله يدير الخير. فين معدات الكلاب لوازم الكلاب يعني لي مونشيط كمايم سنيسلات شي حاجه شنو المونشيط تبارك الله عفوا كمامه كي دايره كمامه ديال اش من نوع هاد الكمام؟ الروك كاني كورسول فيرجي اللي موروس الكبير هادي كتجي راس كبير كاين فيهم حتى الصغار ديال المارينوا تبارك الله. الثمن ديال اخويا هادي هادي كدير 60 درهم 60 درهم اللهم بارك في هاد الشكل هذا. الثمن ديالو تا هو المارينوا كيديروا 1000 ريال 1000 ريال 50 درهم اللهم بارك. هاد الكولي هاد الكولي هادو هادوك 60 درهم 60 درهم ديال الكانيل ديال تبارك الله شي حاجه زوين. وهاد الديكورات هادو هاد الكول كيديروا 15 درهم لا غير على مسكين. وهاد الاخر كيتواجد معنا في السوق قرعه بالدار البيضاء كونفيون انا اخويا مونشيت تبارك الله اللهم بارك. اللي بغى الف مرحبا وهاني الجديد ها الجديد الاخوان اللي بغيت نصور لكم انا اييه ها انتم الاخوان السدريات ديال لاطاط وديال الجران ها انتم الاخوان اللي بغى يجر شي حاجه ثقيله هذاك الشيء مخدوم تبارك الله اللهم بارك. ها الحمراء جبدنا الحمراء خويا عبد العظيم ها انتم الاخوان اللهم بارك تبارك الرحمن ديال الجران تقل لي موروس شي حاجه طوب اللي بغيت دير بحال تريني بيه دير لي شي شي باه دير اللهم بارك سهل على بلاد المتصاحبين. واللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا. الرقم ديالك الحبيب المهم على اينا اخوان اللي بغى شي حاجه هذا الاخ يتواجد سوق راه بالدار البيضاء والف مرحبا بالجميع. وصورنا كيلاب مارينوا والناس اللي باغي الكيلاب في الحراسه كما كتشاهدوا معنا كليبه راه قباح اللهم بارك والدريساج هاي ابوا ما في ابوا 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 او الكير ديالها ولد كير ديالها ولده اللهم بارك تبارك الرحمن. الولد ديالها شحال الثمن ديالو؟ 1500 وانت هو 2500 اللي بغاهم 1000 مرحبا. كان بغيت كاين كاين موجوده من مصر واللي بغاهم الاخوان 1000 مرحبا 1000 مرحبا. كل بغاهم دريسي اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا اسي 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 بلاصه كاين الحراره الاخوان كما كتشاهدوا الكلاب مساكن سخان اللهم بارك. واللي بغاهم الف مرحبا اكيد اكيد تخابلوا خليهم خليهم كيتخابلوا اسي 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 دوش اللهم بارك. قول لي اخو الرقم ديالك. الكارنيت فاكسان الاخوان هما بجوج عندهم طريطين مصوبين واللي بغاهم الف مرحبا. الكلب 2500 والكلب 1500 06 03 03 93 93
72 72 07 07 اللي بغام ألف مرحبا الإخوات، الله يدير الخير. محبي كلاب اش من عندك هنا؟ ريد نوز، الله يرضى عليك. أنا الخوت اللهم بارك تبارك الرحمن. شحال عندك بالعمر؟ شاروس شاروس، الثمن ديالهم؟ 700 700 درهم. اللهم بارك. العمر ديالهم تقريبا عندهم شاروس ياك؟ أنا الخوت هاني كليبة ديال الروت اللهم بارك. هاني الرويس العمر ديال هادي؟ دور لي شوف المشاهدين عام 14 كارنيت فاكسان اللهم بارك. الثمن ديالها 2500 درهم. اللي بغى الف مرحبا. كارو 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 كارو. التليفون ديالك اخويا 06 30 50 05 24 راه هو الصابع. عفوا صاحب الكليبات الصغيورين هو واصلوا معنا في قناة سينجا بينجا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سينجا بينجا. كنتواجد في سوق قرعة بالدار البيضاء وديما جديد مع الاخ دريويش. صحيح اخويا دريويش كيداير بخير؟ لاباس عليك. هاني الصحة لاباس؟ صحيحة. الله يحفظك. مع المناسب ديال الشاربون. اللهم بارك تبارك الله. هادي شي بياسة. ديما الكحل. ديما الكحل جبدوا بياسة دريويش. اللهم بارك. هانتوما كتشاهدوا معنا الاخوان مالين والشاربون هذا الاخ دريويش اللي بغى الف مرحبا. شحال عنده في العمر تقريبا دريويش هذا؟ هادو عندهم شهرين. شهرين؟ هادي شهر ويومين تقريبا. هادي شهر ويومين وهادو شهرين. اللهم بارك تبارك الرحمن. انا ودي السين قد تبارك الرحمن الله يبارك. يقول لك عندي الكحل. مرحبا. انتم الاخوان الشاربون. الاثمنه شحال اخويا؟ الثمن راه معروف 1700 1700 درهم اللي بغات تشيو. الف مرحبا. راه فيها الطاخ اللي هو الصولد. ياك الصولد. اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا. كيلاب المالينوا. شنو الجديد عندك اخويا؟ انا الجديد السين. الله الناس اللي كتسول على الكينيكو سولكري. مرحبا اخويا. انا سينجا. ايوا كنا نلعبوا مزاج. الله يعاونك. انا الخوت. اللهم بارك. كيلاب كانيكونسو. كنا معينين باش عرفنا دوري. اللهم بارك. جمالك جمال تبارك الله. النوار وكاين اللي قريب. شحال الثمن ديالهم اخويا هذو؟ 4 درهم 4000 درهم 4000 درهم. شي حاجه دوري شي. اللي بغاهم الف مرحبا. تحياتي للجميع. الله يحفظك اخويا. اللي بغاهم الف مرحبا. دوري شي. ما كانش دوري شي؟ ما كاين والو. ما كاين والو. انتم الاخوان كاين كليبات هنايا كما كتشاهدوا معنا. بيرجيل مالينوا هاني. اللهم بارك تبارك الرحمن. ما شاء الله. شي حاجه في الدار عاوتاني. ياك اخويا. واحد البياسه هي عندها طوامو. اللهم بارك كما كتشوف. الاقسام ديالها. الثمن ديالها هذه؟ 1700 كنقول لك. مالينوا 1700. اللهم بارك. هاد مالينوا اللي تحت كلهم اللي فاكسان ديالهم. الله يبارك. هاد اللي تحت كاملين بلا فاكسان. هانتوما الاخوان كلشي على المباشر. اللي بغاهم الف مرحبا. مرحبا. التليفون ديالك دريويش 07 07 07 05 05 10 170 ضروري من الجرس تابوني مع سينجا. الله يدير الخير. نيكسوا عليه شويه. حفظكم الرحمن. راه ما كنعطيو ما كيعطينا. الله يبارك. الهدف هو وصل لكم الميساج. واللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا. ها انتم كما كتشاهدوا معنا الكاني كورس اللهم بارك. الكري والنوار. الكري والنوار هاو اللي بغاهم الف مرحبا. هذا الاخ دريويش. ودريويش كاني كورسو وعشاق الكاني كورسو كما كتشاهدوا معنا. اللهم بارك تبارك الرحمن وجمالك جمال تبارك الرحمن. اللهم بارك. هاك انا الخوت. الله يبارك. العمر ديالهم الحبيب عندهم شهر وثمانية. شهر وثمانية. اللون ديالهم نوار ياك اخويا؟ نوار وفين واحد الضبعي. برانجي. اللهم بارك. اللون ديال الضبع كما كتشاهدوا معنا. الأثمنة ديالهم أخويا؟ كنقول 3000 درهم. 3000 درهم الإخوان اللي بغى شي حاجة ألف مرحبا. اللهم بارك. جمالك جمال. كاين هاد البياسة ديال الروت راه هي تاهي. جوج متيوات. الله يبارك الله يبارك. العمر ديالهم أخويا هذا؟ هذا عندهم شهرين. شهرين تبارك الرحمن. الثمن ديالهم أخويا؟ 2000 درهم. 2000 درهم. كما سمعتوا الإخوان كاني كورسو 3000 وروت 2000. 60 و 40 اللي بغى الف مرحبا يتواصل معنا. الرقم ديالك اخويا
06 15 42 86 05 حاجه مخبره كيما قالت هاد معنا الاخوان 1000 مليون مرحبا الله يدير الرحمه واحد بين كيما سطاف انا قلت اللهم بارك النوع اخويا هذا سطاف ريد نوس ريد نوس تبارك الله الثمن ديالو خويا 1200 درهم شحال عنده في العمر تقريبا خويا شهر وسيمانه كياكل شهر وسيمانه اللي بغى الاخوان 1000 مرحبا الرقم ديالك اخويا 06 84 دبل 0 91 03 اللي عجبته هاد البياسه يتواصل معنا الاخوان الله يدير الخير شكرا انا الخوت الكلاب الشراسه هاني الله يبارك اللي بغى شي حاجه عند حق خويا انا الخوت اللهم بارك صبرك الرحمن هاني ايوا او شحال عنده في العمر ديالو خويا؟ عام وشهر عام وشهرين كارنيت فاكسان الثمن ديالو 2000 درهم اللي بغى الاخوان الف مرحبا او 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 الله يبارك التليفون ديالك اخويا جر زير الكل تليفون 34 الاخوان الف مرحبا الله اليوم فريقات اللهم بارك موجودين ديال الريد نوس واللي بغى الف مرحبا شحال عندهم في العمر شاير كياكل انتم الاخوان سنين راه كاينين اللهم بارك الثمن ديالهم 1000 درهم اللي بغاهم 1000 مرحبا الرقم ديالك الله يبارك اجبدنا الرقم واللي بغاهم 1000 مرحبا بالي 06 34 39 39 39 45 45 الله يحفظك خويا الله يرحم الوالدين 35 اللي بغاهم الاخوان 1000 مرحبا هلا واحد في قناة سينجا بينجا السلام عليكم والف مرحبا بكم في قناة سينجا بينجا وسوق قرعة بالدار البيضاء راكم عزاز وغالي كما كتشاهدوا معنا هاني واحد الكانيس اللهم بارك اللي بغاه الف مرحبا وجمالك جمال تبارك الرحمن الله يبارك اللي بغى يتواصل معنا وما يكون الخير ان شاء الله هاني يا سلام هاني خويا الله يبارك محبين كلاب المالينوا المالينوا ديال بصح اللهم بارك الشاربوني الله يبارك تبارك الرحمن وجمالك جمال الله يبارك هاد كاين معروض البيع اخويا لا شحال عندك في العمر تقريبا سنين 3 سنين اللهم بارك انا اخوت المالينوا هاني الشاربوني المليح الله يبارك راه السوق اللي كاين اليوم في السوق سوق قرعه بالدار البيضاء وكاينين فريقات اللي بغاهم الف مرحبا هاني الشاربوني الشاربوني الاخوان هاك على وليداتو شحال عندهم في العمر اخويا شهرين الثمن ديالهم الحبيب 2000 درهم اللهم بارك تبارك الرحمن الوليدات اللي بغاهم الف مرحبا هاني الخوت هاني الله يبارك اللي بغاهم الف مرحبا ودينات الفار والشاربوني اللي بغاهم الف مرحبا الاخوان 2000 درهم عطينا الرقم ديالك اخويا 06 98 07 34 31 هاني الخوت اللهم بارك وجمالك جمال تبارك الرحمن الله يدير الخير شحال عنده في العمر تقريبا عنده عامين وست شهور اللهم بارك شوف كليب كيدير واللي بغى شي حاجه يتواصل مع اخ وجمالك جمال تبارك الرحمن كاين بالروت كما كتشاهدوا معنا كنتواجدوا في سوق قرعه بالدار البيضاء شحال عندهم هاد الكليبات اخويا شهر 20 يوم اللهم بارك انا خوت كوره بجوج كوبل خوت الثمن ديالهم 2300 درهم بجوج 2500 الاخوان بجوج اللي بغاهم الف مرحبا الرقم ديالك خويا 06 55 09 18 10 كياكلوا كل شيء اللهم بارك مطريطين ناضي اللهم بارك اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا هاد المارينو ديال من هاد الله يبارك افريقات ديال المالينو الثمن ديالهم اخويا العمر ديالهم عندهم 40 يوم والثمن ديالهم الاخوان 1000 درهم ها هما كما كتشاهدوا معنا كياكلوا مطريطين ناضين باقي ما باقي
اللي بغا من الاخوان الف مرحبا. ممكن الرقم ديالك 06 48 20 87 49. انا سينجا بينجا، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سينجا بينجا. كنتواجد في سوق العرب الدار البيضاء، وانا احسن المواليه واقدم المواليه اخ مصطفى الغني على التعريف، بائع القطاط اللي بغى شي حاجه الف مره. بغى شي مشيشه ياك سيامو ياك بيرسو شي كاليش شي ماشي شي جيت للسوق راه مصطفى عنده محل سوق اليوم الداخل. تواصلوا مع راهتكم النمره ديالو اللي بغى شي مشيشه ولا حاجه. شي كلمه اخ مصطفى قول لنا اخويا، احسن من الكاميرا ولا شنو؟ مرحبا بك اخويا، لا لا خطيك عزيز وغالي، وتحياتي للجميع. قناة سينجا بينجا كما كتشاهدوا معانا اخي عمك عبد المرين واري، اللهم بارك صبرك الرحمن. لكن متكر هنا يا خويا جوج، اللهم خلينا تنصوروا انا كما كتكر لي من اللي كما كتشاهدوا معانا. اللهم بارك. هو العمر ديالو اخويا هذا؟ هذاك عنده عمر. الثمن ديالو؟ ماشي مشكل، اقول للمشاهدين 6000 درهم. 6000 درهم تبارك الرحمن. عنده الورقه اخويا؟ كاينه الورقه. كاينه الورقه. الثمن ديالو 6000 درهم. وهذا الولد ديالو هذا؟ هذو 2200. هذو 2200 هذ الكره تبارك الله. وهذا انت واد الملايين؟ انت واد الملايين. الثمن ديالها 2500. 2500. ولي بغاو من الاخوان الله اللي بغاو من الاخوان 1000 مرحبا. التليفون ديالك هو 0777 26 21. اللي بغاو من الاخوان 1000 مرحبا. كنت في سوق العرب الدار البيضاء. اللهم بارك. كاين الشراسه شويه هذيك الشاشه ما قدرناش نسحبو للداخل. محبين قناة سينجا بينجا. محبين قناة سينجا بينجا. هاني نقول هاني هذاك الشيء ديال الله. اللهم بارك تبارك الرحمن. اش بان لكم الاخوان؟ عاد اخ العظيم. عفوا اخ عبد العظيم. النوع اخويا هنايا دوغر جونطان. دوغر جونطان اللهم بارك. نعم اخويا عنده 8 شهور. 8 شهور تبارك الله. اللهم بارك. الله يبارك. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. وجمالك جمال تبارك الرحمن. اللهم بارك. هاي الكلب راه مخدوم كما كتشاهدوا معانا. كاين السبور. اللهم بارك. هاي كنجيبوا لكم الخير ياك اخويا. هذاك الشيء ديال الله. الله يبارك. اللهم بارك. العمر ديالو اخويا عبد العظيم؟ طالع 9 شهور. 9 شهور. الثمن ديالو؟ الثمن على الخاطر ياك اخويا. نقولوا نقول لكم 5000 درهم 10000 درهم بريفيكس. هذاك الشيء ثمن بسيط. حيت خنصوروا الكلب سمعتوا راه قال لكم. ها شو الكليب كي داير. اللهم بارك. تبارك الرحمن. راه بصحة جيدة. اللهم بارك. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. العمر ديالو 9 شهور. الثمن ديالو كيبقى على الخاص مع الاخ عبد العظيم. قلت لهم الكلب راه مسبور تبارك الله متريني. ها هو تا هو زين بارك. ها هو ها هو الكليب الاخر تا هو الاخ عبد العظيم. اللهم بارك. اللي بغاهم الف مرحبا. عطينا الرقم اخويا. عطينا الرقم ديالك. عطينا الرقم ديالك. اللهم بارك. قول يا خويا الرقم ديالي. اييه 07 06 84 88 88 81 51 51. الله يخليهم ما يضيع وربي كبير. الله يدير الخير اخويا. محبين قناة سينجا بينجا، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سينجا بينجا. كنتواجد في سوق العرب الدار البيضاء افيك منسي وعبد العظيم. ها هو غني على التعريف. انا الخوت كاين واحد الكليب اللهم بارك. لاكاس لاكاس. ها هو الناس كيتسالوا على بلجيك. لاكاس. اللهم بارك. ها هو تبارك الرحمن. راني حارب الكاميرا. اللي بغى الاخوان الف مرحبا. شحال العمر ديالو اخويا؟ عنده شهرين. شهرين. الثمن ديالو؟ على الخاص اخويا. اللي بغى على الخاص عطيهم الرقم ديالك اخويا. 07 06 84 88 88 81 51. اللي بغى الف مرحبا. ولدي الله يدير الخير. وجمالك جمال. واللي خلق ما يضيع. الله يحفظك ليا المرضي. لا يخطيك. وديديكاس سبيسيال للجاليه المقيمه بالخارج والناس اوروبا. واحد تبارك الله سي خالد
الله جا البارح الله على سلامتك خويا كلشي بخير هاني صح لاباس لاباس تشرف هاني كلي اللهم بارك تبارك الرحمن هاني ريساج شحال عندك بالعمر اخويا 11 سنه الثمن ديالك 1500 درهم اللي بغى الاخوان الف مرحبا الثمن ديالها 1500 درهم عند 11 سنه بيت والده اللهم بارك كوبلاج الاول اللي بغى الف مرحبا التليفون ديالك صح 06 06 91 18 17 اللي بغى الف مرحبا اللهم بارك دوروا وكيشوف المشاهدين الله يبارك هاي اللي بغى الاخوان الف مرحبا هاي الله يبارك اللي بغى الف مرحبا محبين كلاب الريد لونس انا الخوت اللهم بارك تبارك الرحمن كليبه شحال عندك بالعمر اخويا عام وشهرين الثمن ديالها اخويا 1500 درهم اللي بغى الاخوان الف مرحبا العمر ديالها عام وشهرين كارنيت باكستان كلشي قانوني اللهم بارك وقف يشوفوا المشاهدين جرا كما قلت معنا بصحه جيده اللهم بارك واللي بغى الف مرحبا 1500 هو البيع ديالها التليفون ديالك 06 06 فينك سيري عشيري 06 فينك سيري 06 30 57 57 عاود من الاول 06 30 57 07 95 اللهم بارك دوز وليدات كاني كورس وليدات كاني شي بياسه شفتها اللهم بارك شحال عندك في العمر هذا؟ عندو شهر دابا وسيمان شهر وسيمان الثمن ديالهم اخويا؟ 3000 درهم شحال؟ 3000 درهم اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا عندي في الدار باقي عندي شي حاجه في الدار اللهم بارك تبارك الرحمن التليفون ديالك 06 32 14 الله يحفظك 14 90 59 اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا محبين كلاب الضخمه هاني كليب اللهم بارك هاك شويه فهاد الشيش نعطيوك انا الخوت اللهم بارك تبارك الرحمن النوع اخويا هذا النوع الحبيب كاني كورس اللهم بارك شحال عنده في العمر؟ عمل شهر الثمن ديالو 1500 درهم اللي بغى 1000 مرحبا الله يبارك وجمالك جمال قلنا العمر شحال اخويا؟ 8 اشهر كارنيت باكسا كاين ما عندوش واللي بغى الاخوان الف مرحبا الرقم ديالك اخويا 06 63 جوج 6 عاود من الاول 06 63 26 10 91 اللي بغى الاخوان الف مرحبا اللهم بارك هاني كل اللي بغاه الف مرحبا وين نمتعوكم بهذا المشهد الجميل والرائع مع الكتاكيت ديال شاو 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 اللهم بارك فيق 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 اللهم بارك حطوا الارض انا الخوت اللهم بارك يا سلام بورتكليات صافي نتمنى من الله يعجبكم الفيديو الف مرحبا انا الخوت اللهم بارك هاد الشعر الاخ دريويش واللي بغاهم الف مرحبا انا الخوت وجمالك جمال تبارك الرحمن يا سلام نونوسات الخيال العلمي تبارك الرحمن وما شاء الله اللي بغى شي حاجه حبيبي خويا دريويش هاني الناس اللي كان دوريجين قول لهم دوريجين ما كانش دوريجين قول لهم كلية بخير عادي لا كنقول انا اللي كاين كاين راه الناس كيعرفوا انا كما قلت لهم على قبل النصب وعلى قبل دوريجين ماشي دوريجين ما على الرسول اسمع ما على الرسول الا البلاغ الا قال لكم دوريجين راه دوريجين ما قالش دوريجين راه ماشي دوريجين ما تحرش ذاك اللي باغي يدور الله يفتح عليك ما تحرش انت فهمتي دابا ما يمكنش يحرج الانسان انت ما تبغيش تحرق شي واحد ولكن وصل بواحد الطريقه كان دوريجي يخرج لها طاي طاي يقول لهم بياسه مليحه صافي ما كانش دوريجي يقول لهم اخوان كليب من نوع فلان فلاني الله يفتح عليك قلب على راسك حفظك الرحمن انا الخوت هاك والله الا هذيك شي كوكتيل اللهم بارك شوف 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 جمالك جمال تبارك الرحمن الله يحفظك سي عبد العظيم تحيه ليك وتحيه لخويا العظامه الناس زوينين هاني
هادو الناس معروفين وغنية التعريف والحجرة الثقيلة. واحد التوضيح ممكن؟ نعم مرحبا. بالنسبة لنا هاد الناس كيدوا على الخاص. احنا قعدنا على الخاص ماشي الشمال الخيالي. راسنا بريفي مثلا الهيس كان متناول الجميع. الهيس كان قالوا 1500 ولا 1300 درهم. ما نوع قالوا 1700 ولا 1800 ولا 1500 درهم. هذا هو اللي كاين. باش ما يبقاش يعلق ويقول هذيك. مرحبا. ما عاشرنا اللي عارف شنو هو. كاين رجال كاين رجال. هاني. انت راك تعرفنا خويا السي. لا عمر هدر الناس الكبار هاني. شوف شوف شوف. اللهم بارك اللهم بارك تبارك الرحمن.